شهر رمضان يطل علينا عبر طقوسه وأجوائه العطرة ونفحاته المباركة التي تغمر كل من يتفيأ ظلال هذا الشهر الكريم. منذ صغرنا اعتدنا أن يزين مشروب العرق سوس موائد إفطارنا، ورائحته المميزة تروي ظمأنا. هو نبتة جزر تحت الأرض، منطالع على شكل جزر، بياخدوه على النحت ناعم، بعدين بيجينا ناشف بنحطه بنفركه بلوك كمية شوية كربونات وفرق حصرا باليد، ما بيزبط غير باليد. بعدين معبيه مثل ما هون شايفين بكياس، وبنضل نقلب عليه حتى يحلى، يعني إذا ما قلبت عليه كمان ما بصير حلو. وهي المصلحة الحين متوارثين أبا عن جد. تشوالات السوس كيلوات بنعبيها بنحطها هون بالصحن هاد، كربونة ومي، وبندعكها طبعا شي ربع ساعة وبنحطها على الحنفية ومنسحبها مزبوط، وبعدها بعدها ولا فوق على الشغل مصفيها كويس. بده يكون هذا موجود على المائدة قبل المي، هذا السوس قبل المي. وبأهل حلب كتير بحبوا السوس، لأنه صراحة يعني العرق سوس كتير عملوا عليه دراسة، كتير مهم العرق سوس حتى لفقر الدم كويس كمان. فوائده كتير متعددة، حتى وبيقول لك انه في عرق بالجسم يعني ما بيرتوي إلا بالسوس. عرق السوس هو جذور لأشجار نباتية معمرة تتميز بحلاوتها وطعمها، ويعد من الطقوس الأساسية في شهر رمضان المبارك. شهر رمضان في حلب له طابعه الخاص، وله في نفوس الحلبيين منزلة تليق به وبطقوسه. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب.